محمود الزنفولي حارس مرمى الفريق الاول بالبنك الاهلي والنادي الاهلي، هل فعلا اللاعب ده هيروح النادي الاهلي ولا لا؟ ده اللي هنتكلم فيه الفيديو بتاع النهارده، ولكن قبل التفاصيل يا مساء الفل عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم جات في العارضه. في البدايه كده لو انت مش مشترك في القناه فانا بقول لك يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ده لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكره المصريه في فيديوهات صغيره زي ما انت شايف كده على قناتي على اليوتيوب، وما تنساش اللايك الجميل بتاعك. وتعالوا نروح نشوف قصه حارس مرمى الفريق الاول بالبنك الاهلي ويا المارد الاحمر، وده طبعا الموضوع اللي بدا يشتغل على الساحه الرياضيه بعد طبعا تعثر الحصول على خدمات كل من محمد بسام والمهدي سليمان، وطبعا المهدي سليمان بسبب المغالاه اللي بيغاليها نادي بيراميدز، وخصوصا طبعا ان المهدي سليمان زي ما قلت لكم قبل كده شايف ان انا ما ينفعش ان انا اكون حارس ثاني في النادي الاهلي، انا اللي هكون حارس اساسي في النادي الاهلي، فعلشان كده الموضوع بقى صعب جدا والمهدي سليمان راح فيوتشر اف سي، وطبعا خلاص كده بعد عن نادي بيراميدز وايضا بعد عن النادي الاهلي. اما عن محمد بسام فمحمد بسام برده نادي طلائع الجيش خلاص كده هيستغنى عن محمد بسام، والنادي الاهلي ايضا استغنى عن محمد بسام، مش عايز محمد بسام لان طبعا كان محمد بسام هو المهدي سليمان هذا الثنائي اللي كانوا مرشحين وبقوه للنادي الاهلي. دخل اسم جديد جدا في الاسماء المرشحه للانتقال الى النادي الاهلي، في وكيل لاعبين اتكلم مع امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي وقال له ان في حارس مميز جدا اسمه محمود الزنفولي، ده حارس مرمى نادي البنك الاهلي، فطبعا الحارس ده من الحراس الكويسين جدا، فليه لا انكم ما تاخدوهوش بدل محمد الشناوي او ان يكون الحارس الثاني في النادي الاهلي، طبعا انتوا عايزين حارس فليه ما تاخدوش الحارس ده؟ بدا فعلا امير توفيق يتكلم مع لجنه التخطيط بالنادي الاهلي ويعرض عليهم الفكره ليه ما نضمش اللاعب ده، وبالتالي اللاعب ده اصبح قريب جدا دلوقتي لان امير توفيق بدا يعرض فيديوهات لجنه التخطيط ويدرس الفيديوهات بتاعه الحارس ده كويس جدا، وخلاص كده هيتقدموا بعرض لنادي البنك الاهلي. انا ما بقولكش راح النادي الاهلي وقع على النادي الاهلي، لا انا بقول لك انهم هم لسه هيتقدموا او هيدخلوا في مفاوضات مع نادي البنك الاهلي، الموضوع هيخلص ب 7 مليون جنيه، ده الكلام اللي كان شغال ايضا على الساحه ودي المصادر اللي اتكلمت فيه، يعني في مصدر كده قال لك ان الصفقه دي هتقع على النادي الاهلي ب 7 مليون جنيه، ولكن بالفعل الحارس ده اصبح قريب جدا من النادي الاهلي لان ما فيش بديل غيره، طبعا مهدي سليمان خلاص كده قصته انتهت، محمد بسام قصته انتهت، فما فيش غير الحارس ده دلوقتي اللي هيكون قدام النادي الاهلي، فبنسبه كبيره جدا اللاعب هيروح النادي الاهلي. ده كان الفيديو باختصار، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكره المصريه.